هيرجع الكرة ليه ولا لعب يمينه؟ مش بوشكاش، بوشكاش لعبرة، عبرة، عبرة، لعيب كويس يا جماعة، لسه مزنوق. من ضمن لازم الكوره بتاعه بيجي عند الازاحه، هيلعب كده عزمة مرين، بيصلي على رقم 16، 16 كده هيرجع لعبره، وعبره هيرجع لحارس المرمى، بيلف عبره في نص الملعب، عبره معايا مش كده، قعدت عبره، شايف الكابتن اللي عدى كده مديله فاول، فاول كده عبره هيرجع للمدافع بتاعه، رجع لحارس المرمى، وحارس المرمى يرجعها الباك اليمين، وبيصفر الكابتن عدلي بانتهاء الشوط الاول. وبنقول للجماهير كده لو حد لسه جاي، مباراه بدات سجال كده واحده وهجمه مرتده من كفر منقله الباك الشمال، لعبها لكريم الكومي، كريم كده ما يجليش وحطها بطن رجله في البعيده، اصبحت النتيجه 1-0 لصالح فريق كفر منقله. مباراه كده سجال بين الفريقين. نشكر الجماهير ونشكر كل الساده الموجودين، منور كابتن سعيد النهارده، كل الناس اللي موجوده عشان ما ننساش حد. وللمره الثانيه والثالثه بنشكر قناه باشا مصر، بنشكر الاستاذ محمد الشوقي على المجهود الرائع، عامل مجهود جامد معانا هو الاستاذ محمد عبد الرازق، قناه باشا مصر اللي منورانا يا جماعه، وتغطية على قمع ونظام زي ما انتم شايفين. نشكر الكابتن بهدف فتحي على الامن والامان، محمد من ساعة ما جه ما حصلش مشكلة الحمد لله، أنا عارف إن هو بينزل يخبط على طول. إن هو كابتن محمد ولعبها واحدة كده بره. نشكر كابتن أحمد فتروح، منورنا كابتن أحمد، عايزين نشوفك كده في الكابينة. ده كان كفر منقلة تروح كده، يا تعزيز ملم وماشي 25 25 ماشي، لعبها بوشكاش، بوشكاش ماشي، بوشكاش بوشكاش كده نزل نص الملعب، مش كذا يا جماعه فين قدامك، لعبها لعبرة، ماشي عبرة، ماشي عبرة، ويلعبها كده تربط نمرة تماس، لا عزبة ملم، عزبة ملم كده و 25 بشاشة جامدة تربط فين يونس، فين كفر منقلة تاني، يونس يونس تاني، يونس بيلم كده بيقطع 25 وماشي في نص الملعب، سلم على بوشكاش، بوشكاش بص العبره ولا ايه؟ لا عبره، عبره بيلم كده بيهدي، اصبحت النتيجه 1-1. انتوا لسه عبره ولسه بوشكاش لسه مسكوش، وعندهم الباك الشمال ده فرقه كويسه جدا، عزمة ملم يا جماعه، اصبحت النتيجه 1-1 ولسه الماتش يا كابتن سعيد فيها اهداف، لسه فيها اهداف كتير، ماشي كده كابتن منور الباك اليمين وسابق كده في نص الملعب، وماشي يونس، يونس وكريم، كريم كده اللي هيعرف يدي بوشكاش، بوشكاش خطر خطر، بوشكاش شايف راضي يقطع كده مدافع كابتن منور، بوشكاش وعبره، بوشكاش وعبره، عبره عبره لسه معاهم كريم بره ومعاهم يونس، يونس يونس ماشي يونس كده، الكابتن عدنا مديله فاول، الحمد لله على السلامة صغار الشيكو، الحمد لله على السلامة شيكو نهار ماشي يونس يا جماعة، يونس لعيب كويس رغم ان كده جسمه لسه هيفرس شوية، يونس لعيب كبير وليه مستوعب مشرك في كفر مرعبة، ولعبها عبرة كده بيزنط على بوشكاش كابتن عادل كده بيرجع جماهير، جماهير نازلة في الملعب، اللعيب كده مش عارف يلعب الكورة، بترجع يا جماعة ورا وهتشوفوا، ارجع ورا يعني مش عارف، ارجع ورا شوية كده وكل الناس هتشوف وكل الناس هتستمتع، لعبها كده الباك الشمال عزبة مرم، ماشي عزبة مرم، وسند على عبرة، عبرة كده اللي بيعمل لهم كل حاجة، ماشي عبرة يونس بيقطع، يونس بيقطع، وعبرة كده واقف على الكورة، واقف هرجع الباك الشمال ولا ايه؟ الباك الشمال كده بيبص لمين؟ بيبص لمين كده؟ لعب ناحية اليمين، واليمين كده بيقفل على بوشكاش، بوشكاش كده واخد فاول، بوشكاش يا جماعة لو اتلموا على واحدة كده هتجيبوها، بوشكاش لعيب كبير بس محتاج مساحات ولسه مش عارف يتلم على واحدة، بوشكاش أنا شفته في تلبنت يا جماعة، مش عارف في تلبنت أصلا ولا عزبة مرعب، وكابتن كريم كده بيطلع لمايك وشوط عبرة شوطة جامدة تروح عند نزاع كده يا كابتن سيد ماشي ماشي كده عند المرن بيطلع على بوشكاش وبوشكاش كده تعدي
ايه يا عم ايه يا عم كده قعدت تقولوا ايه؟ ماشي كده ماشي كده ماشي ماشي العبها نص الملعب ماشي يونس 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 كده بيرجع المدافع ومطلع واحده وماشي هبره كده اللي بيلعب في كل حته في الملعب بيرجع الكوره ومد ليونس يونس كده مستعجل وكابتن كريم كده بيهدي كريم بيهدي يا جماعه لعيب خبره كريم الكومي كلنا عارفين كريم الكومي وعارفين والده الكابتن محمد الكومي لعيب كبير كابتن محمد الكومي كريم الكومي باسمر ده كابتن سعيد لاعب نادي النصر وله صولات وجولات في الدوري الممتاز وكريم حسني كويس يا جماعه طلع واحده جامده وهي ضربه مرمى الكابتن عدلي كده موقف اللعب تغيير تغيير كده لكسر ملاعبه تغيير شوف الحارس يا كابتن عدلي ماشي ماشي يا عزبه مرمى عزبه مرمى اصبحت النتيجه 1-1 ماتش سجال لعبها كده كريم كريم بيعد كده يبص على يونس هيسند على يونس ولا ايه؟ ولا حطها للباك اليمين لسه زي كام 40 يا بيلم يا جماعه اسكات يا كابتن عدلي اسكات اسكات يا كابتن عدلي يا جماعه قلنا الناس اللي مستفحه دي ما تجيش دلوقتي مش عارف انا في ايه راجل داخل يمسك الكوره وهي ماشيه في نص الملعب يا كابتن رجا يا استاذ محمود عايز الزيتين بعد اذنكم الناس تنزل تمسك الكوره في نص الملعب يا عم محمود استاذ محمود عايز الزيتين معلش معلش ما يصدش ما يصدش خلاص بنعتذر يا كابتن كريم معلش انا فاكر والله كفر ملعبنا في راجل كده غريب يا جماعه بيمسك الكوره منين ده يا كابتن؟ مروحنا يا جماعه معلش يا جماعه معلش يا كابتن محمود بنعتذر يا كابتن الراجل من مروحنا معلش يا كابتن محمود الراجل طلع من مروحنا وعين مروحنا وكفر واحد يا عم كريم كلنا واحد وكلنا منزلين مروحنا وكفر مروحنا كلنا واحد يا جماعه كل الجماهير اللي موجوده من مروحنا احنا بنقول اي حد غريب كلنا مروحنا ما فيش فرق بين ملاعنا وكفر ملاعنا ماشي ماشي كده الباك شمال اللي هي البوشكاش بوشكاش كده بوشكاش ماشي نص الملعب ولما في نص الملعب ولا ايه؟ هيرجعها للباك الشمال 16 ده لعيب كويس ودن تقيله اللي هي البوشكاش تاني بوشكاش لعيبها كده الباك اليمين ماشي يلعبها العبره بوشوش هي جامده كده برافو تيجي في المدافع يطلع كده تروح في نص الملعب تروح كده اللاعب رقم 16 لعبره ثاني عبره يا جماعه في كل حته في الملعب ما شاء الله ماشي 16 بيلعبها كده بتلعب العبره ماشي عبره بوشكاش وتلاتة كده قبل السنالب عبره ثاني ماشي عبره ماشي عبره برافو بتاعت كفر مراه كده بيلعبها طويله تروح لطاعه حارس المرمى هذا عبره دي الكوره يا جماعه واحده بس هيلعبها الباك الشمال ولا ايه؟ طه شايف كده فارس نزل ماشي ماشي كده هيلعبها برافو قطع المدافع فارس يا جماعه لعيب كويس ماشي فارس ماشي لعبها الباك اليمين وماشي كريم تطلع كريم كده رمي التماس لصالح عزبة مرمى من ناحيه اليمين لعبها عبره كده بيقطع ولكن بيضغط عليه ماشي رجعت المدافع تاني هيشوط ولا ايه؟ حطها سريع عليه كريم كريم اتقطعت منه وراحت المدافع يلم كده فارس وفارس بيسد على زميله واتقطعت لبوشكاش خطر بوشكاش ماشي بوشكاش اثنين كده ضربه برافو المدافع لعبها رجب كده رجب بيلعبها لفارس وفارس لو سلم خطر يا جماعه ماشي فارس ماشي فارس فارس ماشي بوشوش على جنبه عبر كده بيحط رجله رمي التماس لصالح ماشي يا عزبة مريم فرقة كويسة يا جماعة وما بتاعنا وما تقلش حاجة عن فريق كفر ملاعنا فريق محترم وماشي ماشي كده تروح احنا حارس مرمى
اثبت مالك ماشي عبره عبره ماشي من تحت الشمال تطول منه كده تطول من عبره كده لما التماس لصالح كفر مروان من ناحيه اليمين بيعدي الملعب كده الكابتن كريم رائع يلعب رمي التماس وبيشيل كده لسه بيطول كده بيسند على كريم وكريم كده بيشيلك واحده مع المدافع بيشيل الباك الشمال كده واحده رمي التماس لصالح كفر مروان من ناحيه اليمين لم التسكرين كريم بيزنك كده يقطع عبره كده مش مقصوره وماشي بيعدي اللعب ماشي براجا زي ما انتم شايفين كابينه التعليم مليانه الكابتن سيد كمان كان مليان النهارده كابتن سيد وكان بيتابع بوشكاش مش بوشكاش ماتش يا جماعه ورا ورا وجماهير كده مستمتع وشوش اللي جامده طلع مدافع طلع الشباب الشباب بيصد على عبره روش عبره عايز يحط كده قدام يده في الفايده تخبط المدافع وتطلع لم التراس ده عبره من ناحيه الشمال وقطع كده برافو المدافع واحده كده اي حاجه تطلع هيلعب رجب مش رجب بيبص كده لمينه ولعب يمينه لم واحده والتانيه كده لم فارس 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 انا لعبت من الباك الشمال 16 16 ماشي عبره 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 انا بتاعت مش انا كده بص فارس ولا ايه؟ طويله لعيبه طويله كده روح لحارس مرمى عزبة مرم ماتش يا جماعه قوي عزبة مرم وكفر مروانه النتيجه 1-1 وانطاح كده بيبص شمال ويمينه لعيبه كده لا راحت لبوشكاش ولا راحت لعبره وقطع تاني شوت ولا ايه بشوك براحت واحده هيسند على فارس ولا ايه اتقطع منه برافو عبره راحت لعبره راحت لعبره كده هيلعب لبوشكاش تطول يروح لمدافع كفر مروان لسه نازل والمدافع بيقطع لكريم كده عملت الكابتن عدل ايه رمي التماس ايوه يا بوشكاش يلا جرب كريم كده بينزل ويهدي راحت المدافع المدافع لعبها الباك اليمين الباك اليمين ماشي ويهدي كده عبره عبره يتلمع مش خطر وتقطع الباك الشمال بوشكاش بوشكاش ده حطه جامده يا جماعه محتاج مساحات بس يا جماعه لسه بقول لكم بوشكاش بوشكاش اوعى يجيبك بوشكاش خلي بالكم من بوشكاش يا جماعه لعيب كويس ومعلم قوي فكرني بعمرو زكي مهاجم نادي الزمالك وماشي كفر مروان كريم 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 بياخد شاول كده كريم في نص الملعب وكريم قايم كده هيلعب يرجع كابتن عدل الكوره اصبحت النتيجه 2-1 لصالح فريق عزبة مرهم بعد ما تقدم فريق كفر مروان عزبة مرهم متعادل ويفرق واحد كريم كده يحطها واحده ولا يسند على اللعب ده ولا ايه؟ كريم كريم ماشي كريم وتقعد في بوشكاش وشو كريم تاني برافو يا ابني الله واحده كده فوق الباص يلا حارس ادي الكوره كده لحارس المرمى وحارس المرمى بيهدي كده شاف الباك اليمين وقع وعزبة مرهم بدات تهدي كده المباراه النتيجه 2-1 ماتش كويس جدا يا جماعه وسجال بين فرقتين كل واحد ياخد يا جماعه لسه وقت مثلا بيسامر على بوشكاش بوشكاش بيبص العبره بوشكاش ماشي ماشي رجب ورجب طويله طويله اي حاجه كده سيب حارس المرمى وحاجز عليها تطلع ضربه مرمى لصالح فريق عزت مرهم حارس المرمى كده بيبص الباك الشمال لعب الباك الشمال وسند سنك كده على الراجل لسه جاي التغيير في الشوط اللي كويس ماشي بوشكاش وراجع كده بص الباك اليمين وعبره كده بتحرك وراحت الباك الشمال بيطلع واحده
في نص الملعب، تروح كده المهاجم من لسه نازل، وضع كريم، برافو عبره، وقطع عبره كده، لعب التماسك اخر مرحله من ناحيه اليمين، بيرجع كده الباك الشمال بتاع عزبه مريم، سند على كريم، كريم ولسه كده ما تلمش عليها كريم، برافو مدافع كده، عزبه مريم عمل فاول كده، عزبه مريم كده لو كريم اتلمع الكوره دي كنت هتجيبها من الشبكه. فاول تاني، فاول تاني من المكان ده خطر، كريم كده هيبص هيسند على فارس والله هيحطها للمدافع، يا ترى كريم كده هيسند على المدافع ده هيحطها له شوط ولا ايه؟ قلت لكم فارس خطر يا جماعه، كابتن كريم كده هيحطها لفارس، وفارس على طول مفيش ثواني جهز العدد، قلت لكم المباراه لسه بقى هدف يا كابتن سعيد، اصبحت النتيجه 2-2 وانا بقول لك لسه بقى هدف تاني 2-2 وماشي يا عزت مريم، وعزت مريم بعبره وماشي عبره واحده ثانيه والعب كاب ولا ماشي عبره ماشي عبره ماتني ماشي تنقطع كده ويطلع برافو كمان طلع واحده كده رمي التماس والله يا جماعه